كشوك داخل كرة صوف يوصف الفساد بملف الأراضي في نينوى، فلا تمر أيام حتى تعلن النزاهة عن إلقاء القبض على متورطين بملف التزوير أكثر من 5 أشهر ودائرة التسجيل العقاري مغلقة بأمر قضائي بعد أن أزكمت رائحة الفساد أنوف الجميع. نعلم نحن نواب عن نينوى تجاوزات وهناك فرض إرادة وقوة على بعض الموظفين وبعض الدوائر وبتزوير السندات وتجاوزات وإعطاء الأراضي المتميزة في نينوى إلى غير مستحقيها، ومن أيضا ضباط وغير ضباط من غير أبناء محافظة نينوى وغير الضوابط، لكن اليوم القضاء العراقي كان له كلمة الفصل. هناك بعض من الانفلات في بعض الدوائر الحكومية وخصوصا التي تمتلك مفاتيح هذه الملفات الأراضي وما شابه ذلك، تحتاج أكثر حزم من قبل الحكومة المحلية والمركزية في سبيل حتى عدم المساس لممتلكات الدولة بالإضافة إلى ممتلكات العام. أفرزت عمليات التحقيق والمتابعة عن ضبط أكثر من 870 عقار يحمل مؤشرات تزوير وتلاعب، أحيلت جميع السجلات إلى قاضي التحقيق للنظر فيها، خصوصا وإن الكثير منها يقع في مناطق مميزة وأسعارها عالية جدا. بعد الجدل الكبير الذي حصل في موضوع توزيع الأراضي السكنية من قبل اللجنة التي شكلت في المحافظة، وأيضا قيام دائرة النزاهة باعتقال بعض الموظفين اللي عليهم تهم مع المعقبين بتهم فساد مالي وإداري وصدرت أحكام قضائية بذلك، كان من رأي النزاهة هو وضع اليد على هذه القطع البالغة بحدود 840 قطعة لتدقق أضابير هذه القطع، هل هي قانونية، هل فيها خروقات أو تزوير في مجالات كثيرة. أهم النقاط التي اعتمدت النزاهة عليها كقاضي تحقيق هي موضوع السكن. لم يقتصر ملف الأراضي على التزوير فقط، بل وصل الحال بالمتنفذين إلى الاستحواذ على المناطق الخضراء في الموصل كالغابات مثلا، التي بدأت تتعرض مؤخرا إلى عمليات حرق وصفت بالممنهجة لأجل تحويلها إلى مناطق سكنية يحصل عليها من لهم سطوة وسيطرة. الأرض هي تابعة للبلدية من مفرزات القرار 117 الذي نفذ في عام 2000 وحتى عام 2003، وهذا القرار كان في وقتها لعدم امتلاك البلدية إلى أراضي أن تقوم البلدية بالإطفاء وحتى تغيير بعض المناطق الخضراء. هذه المنطقة هي جزء متبقي من الإفراز الخاص بمنطقة خوينيخ والرحمانية، هي خلف جامع الدولة الكبير. أنا كمدير بلدية أعتقد أنه هذا الإجراء كان خطأ في تخصيص الأرض هذه، ولو كنت على رأس الإدارة لم أسمح بهذا الشيء. من الموصل محمد طلال، قناة زاغروس الفضائية.